السلام عليكم خوتي خواتاتي، واحد السلام عليكم. لاباس؟ بخير، كلشي بخير، صحيحه. البارح وصلني هاد الجوا كل اللي غادي يعرفوه، كل اللي ما غاديش يعرفوه، الجوا ديال جوجل. هذا هو اللي كان فعلو به الحساب ديال جوجل ادسنس، يعني بعد ما يكون عند الرصيد ديالك كيوصل 100 درهم، كان حساب ديالك مغربي ولا كان حساب ديالك اوروبي، 100 اورو، ولا ماشي 100 اورو، اسمحوا لي، 10 اورو ولا 10 دولار، كتوصل لهاد الحد، لهاد الرصيد مباشرة، يعني اوتوماتيك، بلا ما دير شي حاجة، بلا ما دير والو، ما تقلب، ما باش يصيفطوا لك هذا، اوتوماتيك كيجيك هاد البارير الأحمر، كيقول لك دفعاتك معلقة حاليا لأنك لم تثبت صحة عنوانك. كاين اللي كيقول واش عندي العنوان غلط ولا هادي ولا هادي؟ لا خويا، العنوان عندك صحيح، إلا ما درتيش غلط انت، ما عرفتي على حساب الظرف واش يوصلك ولا لا. إلا كان عندك العنوان هو هذاك، مباشرة كيصيفطوا لك هاد الشوا كيصيفطوه لك من كيف ما غادي، كاين اللي غادي يعرف جامايكا، كيتصيفط من جامايكا، يعني الأصل أمريكان، جامايكا كيتصيفط لك، كيجيك في البريد وكيجيبوا لك ساعي البريد مول البوسطة، كيجيبوا لك حتى للدار، يعني إذا كان العنوان ديالك مضبوط في هاد جوجل أدسنس، العنوان خاصك ديرو مضبوط. ايوا دخلوا بعدا نشوفوا، كما قلت لكم خاص الرصيد ديالكم الا وصل 100 درهم ولا 10 دولار ولا 10 اورو كيتصيفط لكم هاد الشوا اوتوماتيك، يعني الرصيد ها هو عندي، انا وصلت 165 درهم فاصله 91 سنتيم، معليش 165 درهم، يعني انا فدت هذيك 100 درهم، فت 10 دولار، يعني فت على حساب المشاهدة، داكشي تجمع ليا، كنعرفو حنا نهار دابا ولاو غاديين كينقصو، نهار كان نهار 25 24 في الشهر كتدوز لك الرصيد الحالي، يعني الرصيد اللي غادي نهار لا اسمحوا ليا، نهار 15 14 كان كيدوز الرصيد الحالي، كان كيدوز وش زعما كيقول لك هذا الرصيد هو اللي غادي تشدو نهار 22 23 في الشهر، اما كانت 24 25 في الشهر ديك الساعه كتشدو، دابا ولاو غادي ينقصوا، يعني ولاو كيخدموا مزيان باش تشد الفلوس ديالك في اقرب وقت، وغادي يبقاو ناقصين ناقصين ان شاء الله، حتى تولي الرصيد الحالي ديالك غادي تولي يوصلك ان شاء الله 3 في الشهر 4 في الشهر ونهار 10 في الشهر تخلص. هذه كيقولها المبدع المبدع اللي كنقولها لكم، انا هادشي يمكن مع المده غادي تنقص، انا حيت بحال اللي قلتي كان عندهم ضغوطات كثار، داكشي والخدمه قلال، داكشي كان مفترض نهار 13 14 13 14 12 11، ولا دابا تاع 11 كتدوز لك الرصيد الحالي، نهار 22 23 كيدوز لك الدفعه ديالك اللي غادي تستلمها من ويسترن يونيون، الى كان الحساب ديالك بالاورو ولا كان بالدرهم، يعني غادي البنكه مالك، هذا البنكه حتى هادشي اللي غادي كيزيرو فيه بريسي، وحيت الحسابات بزاف كتحل كل ساعه، في الملايير ديال الحسابات الادسنس كيتحلوا، هو داكشي فيه الخدمه. معلينا نرجعوا لديالنا، جانا الجوا كيفاش ندخلوا هاد الكود، بعد ما كنحلوه بالمقص كتحل هاد اللعيبات، رق رق رق، كتشوف كيجيك نتوما هنا كتشاهدوا كيجيك الكود، واحد الكود هنا رقم التعريف الشخصي هو كدا وكدي، حاجة محددة. معليناش، فيما كيجيك هاد الكود غادي تدخل هنا البارير الأحمر، كدير الإجراء، كتكليكي عليها هنا كما كتشوف التحقق من العنوان، ثاني انا لقد بلغت ارباحك الحد الاقصى للتحقق، وبالتالي بلا 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 بلا،
كتهبط لتحت، كدير هنا الكود اللي وصلك. ولكن واحد النصيحة، ماشي غير كود باقي ما وصلكش ودير شي ارقام نتايا فرضية يعني تختارها من راسك وديرها، حيت قال لك الا درتي فين 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 فين، قال لك جوج المرات ثلاثة المرات دخلتي الكود وما كانش هو هذاك، يعني كيتمسح لك داكشي، الحساب ديالك كيمشي لك. فين هي تقراوها؟ تقراو دابا بغينا الدرس، ما خصناش نطولوا عليكم. كما كتشوفوا الكود وصلني، وهنا قال لك الا بغيتي طلب رقم تعريف شخصي جديد، زعما يمكن طلب تعريف شخصي جديد بحلول هذا التاريخ 2016 جوج جوج، زعما الى وصلت 2016 جوج جوج ولا التاريخ اللي غادي تلاقاه بحال هكا لتحت وباقي ما وصلكش الكود، كتقدر تطلب رقم تعريف جديد. يعني الا طلبتيه المره الاولى وما جاكش، المره الثانيه ما جاكش، المره الثالثه، هذه ما عمرها ما وقعت ليا، ولكن انا قلت الوقيله المره الثالثه كيطلبوا منك بطاقه الشخصيه، البطاقه الوطنيه ديالك، كتصورها صوره تليفون تكون صوره واضحه، كتقلب تصورها كتكليكي على كتجيك ديك الساعه بطاقه الوطنيه، كتكليكي كتصيفط لهم التصويرات ديال البطاقه الوطنيه. ولكن البطاقه الوطنيه خاص سميه وركنيه، اسم كامل واسم شخصي واسم عائلي، خاصو ينطابق مع هالاسم اللي ارسلتي فيه الكود، يعني الاسم هذا اللي مكتوب هنا جبرة مالك واحد السيدة انا معنا وحطها هي. والعنوان كما قلت لكم خاصو يكون اكزاكت كما قلت لكم، تصوروا داكشي وتصيفطوه ليهم وظرف ولا ما عرفت شحال من ساعه، كيقولك صافي لقد تم تفعيل حسابك تهانينا. انا جاني الكود، والكود امتى وصل؟ امتى تصيفط ولا امتى تصيفط؟ 2016 نهار 13 شهر 1، وهنا تم انشاء احدث نهار 1 12 12 12 13 تصيفط، يعني بيناتهم نهار 12 قال لك احنا درنا لك الكود غادي نصيفطوه لك، نهار 13 تصيفط وصلني انا شهر جوج نهار 8 الباح وصلني، يعني قول شهر ما كاينش 12 شهر اكزاكت كيوصلك، خاص العنوان ديالك يكون صحيح ويكون مضبوط. وبحال ما كما كتشوفوا انا زيت هذا العنوان من البنكة عندي، من البنك كما كتشوفوا هو العنوان لتحت لوك اسمه ادمين بلوك بي انا ادمين بلوك قادر تا سميتو البريد 8150 الكود ديال زعما بوست. كما كتشوفوا انا كلشي تاني كاتبه هنا هانتوما، هزيت من الكونت من الجوال اللي كيجيني للدار، هزيت منه هذا العنوان ودخلته هنا، وبقاو مره توصيو ساعي البريد كيجيكم للدار، وصيو واحد الجوا غادي يجي هنا، تقدر تصور في جوجل بحال هكا تصوره وتوريه في التليفون قول ليها يجيني واحد الجوا بحال هذا يمكن لك تجيبو ليا للدار، وان شاء الله غادي يجي. وإلا كان شي أسئلة شي حاجة أنا معاكم، نديرو في تعليق ديال الفيديو في الفيديو. ودابا ندخلو الكود، الكود هو 8 كل واحد كيوصلو الكود اللي كل واحد كيفاش كيوصلو الكود، ماشي أي كود تقدر ديرو تقدر تخدم ليه. إرسال رقم تعريف شخصي، نشكرك لقد تم إدخال رقم تعريف شخصي بنجاح وتم إزالة تعليق رقم لا 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 بلا بلا بلا. صافي القضية تفعلت إن شاء الله، ودابا دابا خصنا غير خير
دابا خاصنا نجاهدو ونديرو فيديوهات نخدمو هادي باش تزاد هذا حساب ديالي جديد فيه شي جوج قنوات ولا ثلاثة غير العائد لكل افضل الاستفحة ناقص شوية حيت العرب ناقصة عندهم قضية يعني ما كيشريوش من الانترنت بزاف ما كيشريوش من هادوك ما كيشريوش من اعلانات ديال جوجل ادسينس كاين سارة اللي كيشريو حيت حنا ما غاديش تقدر تشري شي حاجة شي منتوج عجبك من الانترنت وتقولي يوصل ما يوصلش هذاك الشيء علاش النسبة ديال 1000 دولار طايحة نسبة النقر على الاعلانات هي طايحة والفيديو غادي نقول لكم وقيلا الله يجعل البركة فيديو شوط بارك علينا يلا يلا اي سؤال اي حاجة انا في الخدمة وان شاء الله غادي ندير فيديوهات جديدة على هادشي ديال ادسنس بالخصوص والربح وكيفاش دير المشاكل عطى الله ما يتقال غير الوقت اللي ما كاينش يلا يلا نتكافاو مع هذا الفيديو اللحوم يلا يلا الانترنت خاصك 3 السوايع 10 دقائق يلا وحلو ايوا خليتكم وما تنساوش الا كنتي جديد في القناة شتي هذا الفيديو اضغط على الاشتراك اضغط على الاشتراك يلا تستنى دابا بغيتك تضغط على الاشتراك يلا والله العلي العظيم حتى غادي تضغط على الاشتراك عندي ابوني مكتوبة تما ابوني هي هذه سبسكرايب مكتوبة بالانجليزي سبسكرايب ابوني بالفرنسي ولا اشتراك بالعربي يلا ضغطت عليها يا الله يرحم الوالدين ايوا نخليكم واي سؤال اي شي حاجه في التعليق ولا صيفط لي انفيتاسيون في فيسبوك حتى هو كاين تما في الوصف وانا في الخدمه في اي حاجه خصوصا ادسنس حيت الحسابات ديالي شحال من حساب تسد هذه يعني عشت هذه المغامره وليت حافظ هادشي ديال الادسنس وليت كنراجع اي جديد اي حاجه كنراجعو في هاد الادسنس ايوا خليتكم السلام عليكم